إسبانيا تهان والأمر وصل لقطع العلاقات الدبلوماسية وسحب السفراء، أما المملكة المغربية فأصبحت تربك القوى العظمى في المنطقة، والدليل هو ما قامت به روسيا من رد على المبادرة المغربية. هذه الأخبار الأولى اللي غنبداو بها الحلقة ديالنا. أما في الأخبار الموالية غنتحدثوا على ما وقع على الرئيس الإيراني، مؤشرات جديدة كتقول على أن الأمر يقدر يكون بفعل فاعل، لكن هناك تستر من الحرس الثوري الإيراني. فشكون اللي قام بهذا الأمر هذا؟ واش الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ولا الحرس الثوري؟ وطبيعة الحال الجزائر غادي تكون في واحد الموقف لا تحسد عليه من بعد الدعم ديالها المطلق لإيران والزيارة الأخيرة ديال الرئيسي للجزائر اللي كانت آخر دولة كيحط فيها الأقدام ديالو. وما كيزيد من الارتباك ديال الجزائر طبيعة الحال هو الخبر الأخير اللي غنختموا به الفيديو ديالنا واللي قام به الجيش الأمريكي مع المملكة المغربية. دي الأخبار دينا اليوم، إذا كتهمك هذه المواضيع بقى معنا للآخر باش تعرف التفاصيل. متابعينا الكرام، زوار موقع المهاجر، مرحبا بكم معنا مرة أخرى في قناتكم قناة المهاجر بآخر الأخبار وآخر المستجدات مع سفيان المرزوقي. بدأوا على بركة الله الإخوان، عندنا أخبار حصرية ومتنوعة ديال هذه آخر 24 ساعة اللي كانت مملوءة بالمستجدات. غادي نبدأوا من إسبانيا، البلد اللي كنعيشوا فيه والجار ديال المملكة المغربية طبيعة الحال، ولكن ما غاديش نمروا بلا ما نتحدثوا على ما قامت به روسيا من مبادرة جديدة ردا على المملكة المغربية، دليل اللي كيبين على أن المملكة المغربية أصبحت رقم صعب في المنطقة. لكن كذلك غادي نتحدثوا على أش وقع في إيران، وبطبيعة الحال العلاقة ديال الجزائر بإيران، وشنو غادي يكون يعني الشعور ديال الجزائريين في هذه اللحظة هذه. وغادي نتحدثوا على واحد الأمر اللي قام به الجيش الأمريكي يعني مع المملكة المغربية. بدأوا على بركة الله. أول شيء بما وقع في إسبانيا إخوان، باش نحطكم في الصورة غادي نشرح لكم شنو وقع بالضبط، عاد ندوز نشرح لكم تفاصيل مهمة جدا على هذا الأمر هذا. الرئيس ديال الأرجنتين جاء إسبانيا، جاء لمدريد ودار واحد الخطاب ويعني وشتم الرئيس الإسباني والزوجة ديالو، نعت الزوجة ديالو بالفاسدة يعني في قلب إسبانيا. هذا الأمر هذا عمره وقع بطبيعة الحال في شي دولة أخرى. أول شيء باش نوضعكم في الصورة، هذا الأمر هذا شكون اللي سهلو سهلاته؟ سهلو اليمين المتطرف. بزاف ديال المرات تحدثت وقلت أن اليمين المتطرف من أجل المصالح ديالو يقدر يعني يضرب المصالح ديال إسبانيا ككل في الصفر. أول حاجة الرئيس ديال إسبانيا، رئيس الحكومة الإسباني، هو ثاني سلطة في البلاد يعني من بعد الملك هو الثاني، وتم الاختيار ديالو بانتخابات ديمقراطية يعني داخل إسبانيا، أحب من أحب وكره من كره. تم الاختيار ديالو بطبيعة الحال من طرف الإسبان، والأصوات ديالو اللي وصلته لسدة الحكم في إسبانيا هي أصوات ديال الإسبان يعني بإجماع، وداخل البرلمان الإسباني تم الاختيار ديالو بالأصوات اللي صوتوا الإسبان على اليسار بطبيعة الحال الإسباني. فهنا هاد الناس هادو ما بغاش تهضم لهم على أن السيد هذا كيحكم يعني أحب من أحب وكره من كره بطريقة ديمقراطية. اش غادي يدير؟ غادي يمشي يجيب الرئيس ديال الأرجنتين. احنا عارفين الأرجنتين والعلاقة ديالهم بإسبانيا، ونجيكم من الاخر بالدارجة ديالنا، الأرجنتينيين ما كيشموش إسبانيا، وغادي نقول لكم علاش الإخوان، لأن الأرجنتين من بعد الاستقلال، من بعد الاستقلال ديال الدول اللاتينية من إسبانيا، من بين الدول اللي كانت قوة اقتصادية ونشأت قوة اقتصادية كانت الأرجنتين. وفاش كتكون واحد الدولة قوة اقتصادية يعني كتكون وصلات تحقق واحد يعني انجازات اقتصادية هائلة، ولاو الناس كيجيو عندها يخدموا، وكانوا الاسبان بين الناس اللي مشاو هاجروا، الاسبان والايطاليين هاجروا للارجنتين وعاشوا في الارجنتين. فنهاية التسعينيات القرن الماضي الارجنتين بدات كتعرف واحد الانهيار اقتصادي شرس، واحد الدولة اللي كانت في القمة تهود للسفح، الاقتصاد ديالها تدمر تماما، فولاو الارجنتينيين كيضطروا انهم يجيو يشتغلوا في اسبانيا. الارجنتينيين بقات فيهم داك النفخه ديال اننا كنا سيد القوم، يعني ارحموا عزيز قوم ذل كيف ما كنقولوا باللغه العربيه، فبقات فيهم داك النفخه هذيك. الارجنتينيين متعصبين وما كيحملوش اسبانيا، فهذا هو الفخ اللي غادي يطيح فيه زعيم الحزب اليميني المتطرف. غيجيب هذا الرئيس الارجنتيني المتطرف، واللي رغما عن كل ذلك ورغم عن الأزمة الدبلوماسية اللي خلقها ما بين إسبانيا وما بين الأرجنتين من بعد استهداف ديالو للرئيس الإسباني وزوجته، رئيس الحكومة الإسبانية والزوجة ديالو، خرج من بعد هاد الشيء هذا كامل
وكما كتشوفوا الصوره علق في منصه تويتر وفي موقع تويتر في الصفحه الخاصه به في تويتر وكيقول الاسد يعود من اسبانيا. ومن بعد ما خلى الاسبان كيسورفيو يعني كيلعبوا على امواج ديال الدموع ديالهم. هذا هو الكلام باستفزاز واضح. خرج وزير الخارجيه الاسباني علق على الامر، استدعى السفير ديال الارجنتين واحتج عليه، واستدعى السفيره ديال اسبانيا في الارجنتين الاسبانيا، وقال بان الى ما خرجش هذا الرئيس الارجنتيني يعتذر من اسبانيا ومن الشعب الاسباني بهذه الكلمات اللي تطول بها على الرئيس الاسباني في قلب اسبانيا، رغم عن انه جاء لاسبانيا وما طلبش يتلاقى مع حتى شي مسؤول اسباني، رغم عن كل ذلك تم الاستقبال ديالو بواحد الطريقه جيده ورحبوا به، قاموا يعني بكل الامور ديال الترحاب وديال الضيافه داخل اسبانيا، الا انه اتى لاهانه الاسبان ككل. فهنا ما محل الاحزاب الاسبانيه؟ طبيعة الحال رئيس الحكومه الاسباني ووزير الخارجيه الاسباني طلبوا الدعم ديال باقي الاحزاب والتوحد ديال باقي الاحزاب الاسبانيه. كل الاحزاب الاسبانيه قبلوا ب ادانه الفعل اللي قام به الرئيس الارجنتيني في وسط التراب الاسباني في قلب العاصمه الاسبانيه مدريد. كلهم اذانوا الفعل الا الاحزاب اليمينيه، الحزب الشعبي والحزب فوكس، هادو ما بغاوش يدينوا هذا التصرف هذا. ف كيف ما قال وزير الخارجيه الاسباني، المعارضه كتكون معارضه داخل اسبانيا، لكن فاش كتخرج برا اسبانيا كتولي كتدافع على البلاد، كتدافع على اسبانيا. الرئيس الحكومه الاسباني اختاروه الاسبان، احب من احب وكره من كره. المشكل ديال هاد الاحزاب هادو هو انهم ما بغاوش يقتنعوا على ان الانتخابات الديمقراطيه اللي تمات في اسبانيا في 23 من يوليوز الماضي كانت يعني اختارت الشعب الاسباني قال الكلمه ديالو فيها داخل صناديق الاقتراع، وتم اختيار الرئيس بيدرو سانشيز لرئاسه الحكومه في اسبانيا. هادشي هذا اللي غادي يخلي بطبيعه الحال الحزب اليميني المتطرف يخلق ازمه من اسبانيا مع الارجنتين كانت في غنى عنها، لا الارجنتين ولا اسبانيا. لكن الرئيس الارجنتيني على ما يبدو ان كان عنده غرض في نفس يعقوب، وجايب بعض الافكار ديالو اللي باغي يطبقها، لان السيد سبق الاصرار والترصب قال داك الكلمات هذيك. وفوق هذا الشيء هذا كامل خرج كيكتب وكيعلق في منصه تويتر في الصفحه الخاصه به انه خلق موجه من 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 الدموع ديال 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 الاشتراكيين في اسبانيا وخلاهم كيسورفيو فيها. وهذا الشيء هذا لا علاقه له بالعلاقات الدوليه وحسن العلاقات الدوليه اللي كتكون ما بين الدول بصفة عامة، لأن هذا السيد هذا ضرب كل شيء عرض الحائط وخرج يستفز الإسبان. والمشكل أن اللي سهل له الطريق لهذا الشيء هذا كامل هي الأحزاب اليمينية المتطرفة. ندوزو الخبر الموالي متابعينا الكرام، هنا غنمشيو الأمر طبيعة الحال اللي وقع في هذه الأيام الأخيرة، وتحدث عليه موقع للرسول الإسباني، وهي مبادرة اللي جات بها روسيا. هذه المبادرة اللي جات بها روسيا إذا تدل فهي تدل على أن المملكة المغربية أصبحت قوة إقليمية، أصبحت تربك حسابات القوى العظمى في المنطقة. إخوان تحدثنا على حرب اقتصادية في المنطقة، وبطبيعة الحال حرب اقتصادية تشتد يوما بعد يوم ما بين روسيا وما بين الغرب بصفة عامة، الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب. هنا ما محل فرنسا من الإعراب في هذه الحرب هذه؟ هنا كتبقى الشكوك. أول حاجة غادي نقولها للإخوان باش نوضحوا الامور، فرنسا هي العلاقات ديالها مع الولايات المتحده الامريكيه علاقات متوتره من دائما. علاش؟ لان فرنسا دائما كانت قوه عظمى، حتى بعد الحرب العالميه الثانيه غادي تجي الولايات المتحده الامريكيه وغادي تهدن الامور وغادي تولي هي القوه العالميه، لا الاقتصاديه ولا العسكريه. من ديك اللحظه هذيك وفرنسا رغم الموالاه ديالها للغرب، رغم العلاقات الجيدة ديالها مع أمريكا، إلا عندها عقدة من الولايات المتحدة الأمريكية. فرنسا دائما تريد منافسة الولايات المتحدة الأمريكية. فأنا ما كنستبعدش الإخوان أن فرنسا كتلعب على الحبلين، وكنظن أن الأمور واضحة. فهذه المبادرة الأطلسية اللي وضعها صاحب جلالة الملك محمد السادس في المنطقة هي أحرجت كل من يريد الخوض في هذه الحرب الاقتصادية. حرب اقتصادية محضة. أول شيء
دائما كنقولها، كنقول ان الدول الافريقيه مزيان تطلب الاستقلال ديالها من الاحتلال الفرنسي، لكن الدول الافريقيه الى استقلات من الاحتلال الفرنسي واستغلال الثروات من طرف فرنسا، حذاري من روسيا، ان روسيا توضع يدها على ديك الثروات هذيك. روسيا ما كتحنش، روسيا نظام ديكتاتور معروف وكتمشي من اجل المصالح ديالها. الا كانت روسيا كتجاري يعني الدول الافريقيه في هذه اللحظه هذه من اجل مصالحها، فهي المصلحه فقط، ما كاينش شي حاجه اخرى، ما كاينش شي حاجه اخرى من غير المصلحه اللي كتدفع روسيا تقترب من هذه الدول هذه. دابا بدا كيبان لنا وبدا كيتوضح لنا علاش الفاغنر استهدفوا موريتانيا بواحد الشكل مكثف في الاونه الاخيره. كان استهداف من اجل يعني ضغط على موريتانيا باش ترجع للفيلق الشرقي، باش ترجع لروسيا، باش تنباطح روسيا. فهنا فين غادي يكون الدور ديال الجزائر الخفي اللي كتستعملوا فرنسا، المقاطعه اللي وضعتها فرنسا في المنطقه ديال شمال افريقيا، هنا فين كاينه الرجل ديال فرنسا اللي كتعادي المصالح ديال الغرب واللي كتوقف مع يعني المصالح ديال فرنسا، ما غاديش نقول المصالح ديال روسيا، المصالح ديال فرنسا الخالصه، وكتستغل فيها التدخل الروسي في المنطقه. كنظن ان الامور اصبحت اكثر من واضحه، روسيا تحرجت بهذه المبادره الاطلسيه كما احرجت فرنسا كذلك، لكنها قوبلت بمباركه دوليه تامه. روسيا ما تقدرش تعارض المبادره الاطلسيه، علاش؟ لان الدول اللي كتسيطر عليهم روسيا واللي وضعت يدها عليهم واللي كتحاول تحافظ عليهم قدر المستطاع، لانها يلا جات دخلت عليهم، هاد الدول هادو كيرفضوا الاستغلال ديال الثروات ديالهم من قبل كل القوى العظمى. فما جاتش روسيا يلا كتقول لهم انكم اصبحتم تستغلون من طرف الغرب، من طرف الولايات المتحده الامريكيه، ومن طرف فرنسا، ومن طرف من طرف، وانا راه جايه طمعا في الثروات ديالكم. جات المبادره الاطلسيه، هاد الدول هذه استقبلتها بصدر الرحب، بالعكس فرحات، لقات اطلاله على البحر. اذا روسيا احرجت شنو غادي تقول؟ غتقول لا لهاد المبادره هذه، لا ما تقدرش. واصلا المبادره هي من اجل المصلحه ديال هاد الدول هادو، من اجل يعني النمو الاقتصادي ديال هاد الدول هادو، ما يمكنش تجي تقول لهم هاد المبادره راه ضدكم. اذا روسيا شنو غتبدا كدير؟ غتبدا تقلب على امور اخرى. فغادي تجي روسيا، والدليل على ان فعلا هاد المبادره هادي هي مبادره ذكيه، مبادره اللي يعني المملكه المغربيه اظهرت من خلالها انها عندها القدره ديال التحكم في المسار الاقتصادي ديال المنطقه والموقع الجغرافي ديال المملكه المغربيه. بطبيعه الحال روسيا ما عارضاتش وما تقدرش تعارض وما تقدرش تبين المعارضه ديالها لهذه المبادره هذه. علاش؟ لانها غتفضح المخطط ديالها في دول الساحل. فالمبادره الاطلسيه بطبيعه الحال قامت روسيا بالرد عليها بمبادره اخرى. شنو هي المبادره هذه؟ هي خلق يعني طريق ديال السكك الحديديه لربط دول الساحل بغينيا بيساو، يعني تخلق واحد الطرق ديال واحد الخط ديال سكك حديديه وتربطهم بميناء غينيا بيساو. اول شيء ميناء الداخله يعني بالنسبه لدول الساحل هو افضل وجهه تقدروا توجهوا ليها. اول شيء القرب ديال ميناء الداخله من اوروبا على غينيا بيساو، يعني غينيا بيساو الميناء ديالها غادي يكون ابعد لهاد الدول هادو باش يوصلوا لاوروبا ويوصلوا يعني الغرض ديالهم تاع يعني تصدير المواد ديالهم واستيراد المواد التي تلزمهم. هذه اول حاجه. ثاني حاجه المقترح ديال روسيا هو انها يلا تبدا تنشا هاد السكك الحديديه لربط الدول ديال الساحل ب اما المملكه المغربيه فما جاتش تقول لهم غادي ننشا، جابت لهم بنيه تحتيه يعني واجده على ارض الواقع موجودة. ميناء الداخلة من أحسن الموانئ اللي غادي يكونوا في القارة الإفريقية، وبطبيعة الحال راه مازال المفاجأة جاية في الطريق، غيكون ميناء من أقوى الموانئ ومن أكبر الموانئ اللي غادي يكونوا في المنطقة. فهنا المبادرة ديال روسيا بطبيعة الحال كان أولا يعني حتى الدول يعني ديال 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 الساحل ما رحبتش بها بنفس الطريقة اللي رحبات بالمبادرة ديال المملكة المغربية، لدرجة أن ما تحدثوش عليها وما رحبوش بها وما كانش فرح يعني باستقبال هذه المبادرة هذه. يعني مبادرة فاشلة من الأول، هي مجرد محاولة
الرد على مبادرة الأطلسي. مبادرة الأطلسي محكوم عليها بالنجاح من أول لحظة توضعات، بحالها بحال أنبوب الغاز اللي الجزائر مازال حدود الساعة عندها طموح وأمل أنها تنافسه، لكن جاء أنبوب الغاز وجات المبادرة الأطلسية، وهذا دليل على أن المملكة المغربية ولا عندها وزن في المنطقة، ولا عندها وزن ولات كتحكم يعني في الحروب الاقتصادية اللي نايضة على المنطقة. إذن إذا كانت روسيا كتظن على أنها قدرة تسيطر على الدول الإفريقية فهي مخطئة. علاش؟ لأن الدول الإفريقية ما تريده من روسيا هو الدعم عسكري لتحييد المخاطر ديال الإرهاب، لكن على ما يبدو أن مرتزقة الفاغنر هما اللي كيخلقوا المشاكل في المنطقة، وهما جزء من المشكل اللي كتعيشه المنطقة ككل. لكن إن شاء الله بإذن الله المبادرة ديال المملكة المغربية والتواجد ديال المملكة المغربية في المنطقة هو أمن وأمان لهذه المنطقة ككل، وكنظن أن حتى الدول الساحل استفاقت لهذا الأمر هذا، وإفريقيا ككل بدأت تستفيق لهذا الأمر هذا وعرفات يعني الطموح ديال روسيا. وفين غادي ندوزو الخبر الموالي متابعينا الكرام، هنا غنمشيو لما وقع في إيران وعلاقته بالجزائر وكيفاش راهم حكام الجزائر دابا في هذه اللحظة هذه. أول شيء طبيعة الحال كما عرف الجميع تم تأكيد على وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في تحطم المروحية ديالهم. هذه المروحية هذه اللي هي أمريكية الصنع، كي كتسمعوا متابعينا الكرام عندنا معطيات جديدة وحصرية كتقول أن هذه المروحية هذه ما تقدرش تأثر لا بأحوال الطقس حتى إلا حبس ليها أحد المحركات ولا كلا المحركات ديالها بجوج، عندها جوج ديال المحركات، إلا حبس واحد ولا بجوجهم الطائرة ما تطيحش، عندها يعني وسائل أخرى اللي تقدر تحميها باش ما تطيحش. حاجة واحدة اللي تقدر تسبب السقوط ديال هذه المروحية غادي نعرفوها، وغادي ومن المؤكد يعني وغالبا غتكون هذا يكون هذا هو الأمر اللي طرا. إلا كان طرا هذا الأمر هذا يعني سقوط المروحية ديال الرئيس الإيراني المتوفي إبراهيم رئيسي فكانت بفعل فاعل، وهادشي هذا يعني أن بالحجة والدليل. لكن فاش قلنا لكم العلاقة ديال إيران بالجزائر، آخر زيارة لإبراهيم رئيسي كانت لدولة الجزائر، آخر لقاء كان مع الرئيس الجزائري، فهنا فين غادي تكون يكون ارتباك حقيقي بالجزائر. طبيعة الحال ردة فعل الدول العربية كانت مختلفة على حسب العلاقات ديال كل دولة مع إيران. أنا أعطيكم مثال، سوريا أعلنت الحداد، لبنان أعلنت الحداد، الإمارات اكتفت بالتعزية، المملكة العربية السعودية اكتفت بالتعزية، يعني على كل دولة وكيفاش العلاقات ديالها كانت دايرة مع إيران، كل دولة من الدول العربية وكيفاش. لكن الجزائر التزمت الصمت، الجزائر ما علقاتش على الأمر. الجزائر كونوا على يقين الإخوان أن نظام العسكر الجزائري من بعد ما وضع يده في إيران وطلب الدعم ديال إيران واستقوى بإيران على المملكة المغربية غيكون كيعيش رعب حقيقي في هذه اللحظة هذه. غادي نذكركم بواحد التقرير كان نشرته الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا. هذا التقرير هذا أنا كنشوف فيه تحذير لفرنسا، تحذير واضح لفرنسا. شنو هو التقرير؟ التقرير كان كيقول أن إلى بدأت الحرب ما بين إيران ما بين الجزائر والمملكة المغربية ستحسم في أيام معدودة لصالح المملكة المغربية. هذا تقرير نشرته الولايات المتحدة الأمريكية وكنا تحدثنا عليه في هذا المنبر المتواضع، وقلنا أن الولايات المتحدة الأمريكية فاش كتبغي تبعث الرسائل ديالها لبعض الدول كتبعتهم من خلال تقارير ديالها، فهذه الرسالة هذه كانت موجهة لفرنسا قبل من الجزائر. علاش؟ لأن الجزائر في الأول وفي الأخر كتبقى مقاطعة فرنسية، وكما قلنا لكم في الأول اللعب ديال فرنسا على الحبلين في هذه الأمور هذه كاملة. فالولايات المتحدة الأمريكية تؤكد لفرنسا على أنها ستدعم المملكة المغربية إذا دفعت فرنسا الجزائر لحرب مع المملكة المغربية، والأمر غادي يكون محسوم في أيام معدودة لصالح المملكة المغربية. هذا تقرير نشرته الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا. إذن من بعد هذا الشيء هذا كامل، ومن بعد تقارب ديال الجزائر مع إيران لدرجة أن إيران وصلت في واحد اللحظة أنها تهدد بغلق المعابر ديال المعابر ديال العالم كلها بما فيهم مضيق جبل طارق إلى باقين عقل الإخوان، من بعد ما سببت مشاكل في البحر الأحمر، إذن ما بقاش من غير الجزائر. مادام إيران لمحات على أنها قدرت تغلق المعبر ديال مضيق جبل طارق، إذن شكون اللي غادي يسهل إيران الولوج للمنطقة؟
العلاقات ديال المملكه المغربيه وايران واضحه. النهار بدات ايران كتدعم في ميليشيات البوليزاريو باسلحه يعني ايرانيه محضه، المملكه المغربيه غلقات باب يعني ايران تماما، لدرجه ان ايران مؤخرا بدات كتبعث في رسائل يعني عن طريق وزير خارجيتها المتوفي عبد الهيان، وقالت انها تريد علاقات مع المغرب ومع مصر، لكن المغرب ما ردش على ايران تماما. علاش؟ لان المغرب سنه 2018 قرر يتخذ القرار ديال غلق الباب على ايران، لانها عندها اطماع في المنطقه وبغى تخلق مشاكل في الدول العربيه ككل. قالت لها المملكه المغربيه الشريفه اللي ما وصلش الفيروس ديالها ليها، لكن المملكه المغربيه قرات الرساله بذكاء وردت في اللحظه المناسبه. فهنا تساؤلات كثيره مطروحه، والعالم كله باغي يعرف واش الطائره ديال ولا المروحيه ديال الرئيس سقطت ولا ما سقطتش. غنشوفوا بعض يعني الاشارات نحو الصور الاوليه التي ظهرت في وقت سابق اليوم، وكشفت موقع تحطم الهليكوبتر وسط غياب الرؤيه بسبب سوء الاحوال الجويه فوق منطقه وعره على الحدود الايرانيه مع اذربيجان، وفق ما افادت وسائل اعلام محليه. كذلك رجح بعض المحللين في تصريحات ان تكون المروحيه اصطدمت باحد الجبال في منطقه تبريز وسط الضباب الكثيف وسوء الاحوال الجويه، لا سيما بعدما اظهرت الصور الاوليه للطائره احتراقها بشكل شبه كامل. والى جانب الطقس السيء، رجح بعض المحللين امكانيه اغفال اعمال الصيانه، لا سيما ان قطاع النقل الجوي في ايران قد شهد خلال العقد الاخير حوادث عده تمثلت في انحراف عدد من الطائرات. هادشي هذا كله يعني في جهه، لكن نشوفوا الروايات الاخرى. قد أشار محللون إلى أن تلك الحوادث تأتي بسبب معاناة الأسطول الجوي المتهالك، فضلا عن الخسائر المادية والمعنوية التي أضحى تكبدها القطاع جراء تزايد مخاوف وهواجس زبائنه. رواية أخرى، رغم الفرضيات الثلاث، رأت الباحثة في الشأن الإيراني هدى رؤوف أن الحكومة الإيرانية تتجنب الإعلان عن أي تفصيل حول سيناريوهات الحادث تجنبا لفوضى داخلية. كما أكدت أن المسؤولين في إيران بإمكانهم الوصول لتفاصيل، لكنهم بانتظار ترتيب المشهد داخليا، ولفتت إلى وجود تضارب بالروايات من قبل المسؤولين في إيران، وأرجعت ذلك لمصالح كل طرف. إلى ذلك رأت أن الروايات الرسمية تأخرت بالخروج للعلن بسبب الترتيبات الداخلية. من جهته رأى الصحفي محمد شابور أن صورة إيران قد تلقت ضربة قوية بسبب عدم قدرتها على حماية الرئيس من عارض جوي داخل حدود الدولة نفسها، وأضاف أنه في حال كان سبب وفاة الرئيس فعلا أحوال الطقس فإن ذلك سيكون موضوع شك، خصوصا وأن طهران معروفة بالتقدم التكنولوجي، فهي التي تقدم دعما لروسيا ولجماعات أخرى موالية لها في المنطقة بهذا المجال. يعني أن الأمر ديال سوء أحوال الطقس وهاد الهلومة جرب الحديث يستحيل أنه يكون طرا. علاش؟ لأن ايران عارفه يعني كيفاش تعرف احوال الطقس، وما كانتش تخلي الرئيس يركب في المروحيه الا كانت عارفه ان فعلا هذا الشيء هذا يسبب مشكل. كما اشار الى ان طلب ايران المساعده الاوروبيه من جهه والتركيه من جهه اخرى يترك امر وفاه الرئيس امام سيناريوهات مختلفه. بدوره راى الكاتب طيار يوسف الدعجه ان الضباط والغيوم والتضاريس لا تؤثر على مسار مروحية رئيسي لأنها مجهزة للهبوط حتى حال تعطل المحركات، وأكد أن هناك سيناريو مختلف تماما عن موضوع الطقس والأحوال الجوية، إذ أن المروحية المنكوبة صنعت عام 1992 وهي أمريكية تحمل في هيكلها محركين أساسيين بصناعة كندية، بحيث إذا تعطل واحد تعمل بالآخر، وفي حال تعطل الاثنين تعمل طائرة بطريقة دوران ذاتي وتستطيع عبره الهبوط بسلام. إذن توقف المحركات ديال الطائره بسبب احوال الطقس يستحيل انه يكون اثر على المروحيه باش سقطات. شنو كاين خور؟ كما تبع ان الضباب والغيوم والتضاريس لا تؤثر على الطائره ابدا، مشيرا الى ان الطيار عاده يتاكد قبل الاقلاع من حاله الجو، لكن اذا فقدت الطائره شفرتيها فانها بالتاكيد ستهوي بسرعه كبيره جدا وبقوه ارتطام. هذا هو الامر المرجح اللي يقدر يكون، ان الطائره فقدات الشفرتين ديالها. واش فقدتهم في ايران؟ لا، فقدتهم من المحتمل في اذربيجان في اللحظه اللي كانت واقفه تماك. اذا يقدر يكون الى تم هذا الامر هذا ديال فقدان شفرتيها فانه بالتاكيد كان الامر بفعل فاعل، لان اللي قام بهذا الامر هذا اولا
المروحية هي أمريكية الصنع سنة 1992، واللي حايد لها هاد جوج ديال الشفرات غادي يعرف بأن المروحية غادي تهود بسرعة وترتطم بالأرض. وكنظن أن هذا هو السيناريو المرجح. الحدود الساعة الحرس الثوري ما بغيش يكشف على هذا الأمر. هذا شنو هي الأسباب اللي غتكون خلات الحرس الثوري ما يكشفش على هذا الأمر؟ هذا كاين جوج ديال الأسباب. إما غادي يكون الحرس الثوري اللي قام بالاغتيال ديال إبراهيم رئيسي لأمر ما في نفس يعقوب وبوزير الخارجية ديالهم، إما غادي يكون الحرس الثوري كيتستر على الاختراق اللي تم لإيران وبين إيران في أضعف حلة، في أضعف حلة ممكن تبان فيها في المنتظم الدولي من بعد الفضيحة ديال يعني استهداف إسرائيل بصواريخ ما طاح فيهم تشي صاروخ في قلب إسرائيل. أضف إلى ذلك الرد غادي يجي باغتيال للرئيس الإيراني ووزير خارجيته. هنا طبيعة الحال الجزائر ومحلها من الإعراب. الجزائر كانت آخر دولة كتعنت وكتعنى اعتذر كتعنى بإيران وكتبين على أنها غادي توجه لإيران. إلى عقلتوا الإخوان تحدثنا على إشارات ديال الجزائر بمغادرة جامعة الدول العربية وبذات كتلمح على أنها غادي تولي موالية لإيران وصافي بدا كيبان لها غير إيران، إيران اللي غادي تدعم ميليشيا البوليزاريو، إيران اللي غادي تغلب الجزائر على المملكة المغربية. فدابا في هذه اللحظة هذه يعني داخل الجزائر صمت رهيب بدون أي تعليق على وفاة الرئيس اللي يلا صلى معهم في المسجد ويلا كان عندهم طبيعة الحال. وأضف إلى ذلك من السواد ديال 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 العلاقات مع الجزائر اللي دائما كنتحدثوا عليه وكنقولوا أن طريقهم كحلة، فين ما جا شي حد طلع عندهم إلا وكيرجع. موريتانيا مؤخرا كشتو دابا راه هربت بجلدها كاع الدول ديال العالم، فين ما كتجي تحط يدها في الجزائر الا وكتصطدم بهاد الامور هذه. فبطبيعه الحال هنا كنشوفوا ان الجزائر وصلتها رسائل قويه جدا من الولايات المتحده الامريكيه، واخرها هو ما قام به الجيش الامريكي من نشر لخريطه المملكه المغربيه كامله مكموله مع رايتي البلدين، رايه الولايات المتحده الامريكيه و المملكة المغربية، وذلك يعني إثر مناورات الأسد الإفريقي التي ترعب الجزائر يوما بعد يوم. هذه هي يعني الخريطة التي أتعبت الجزائر. نهار اعترف بايدن بمغربية الصحراء وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية كتمحي ذاك الخط الوهمي اللي كان في المملكة المغربية وكتوضع الخرائط ديال المملكة المغربية وكت يعني كتعتمدهم رسميا، كتوضعهم يعني في جميع المنصات ديالها في وزارة الخارجية في كل شيء. بداو كيتحدثوا على ان بايدن اللي خدا هذه الخطوة هذه واللي غيطلع غادي يتراجع. طلع اعتذر بايدن، بداو كيهضروا على ترامب، كيهضروا ترامب هو اللي اعترف بمغربية الصحراء، تخربقنا في الاسماء. فبداو كيهضروا على ترامب غادي يحيد وغيطلع بايدن وغادي يلغي هذا الاعتراف هذا. فكيطلع بايدن وكياخذ خطوات اكثر بكثير من الخطوات اللي خداها سلفه ترامب. فتبدأ القوات المسلحة المغربية ابتداء من اليوم الاثنين إلى غاية 31 ماي الجاري إجراء المناورات العسكرية الأسد الإفريقي 2024 بشراكة مع الجيش الأمريكي بمشاركة قوات تمثل العديد من الدول الحليفة والصديقة للرباط وواشنطن. وقالت قيادة الجيش الأمريكي لقسم أوروبا وإفريقيا بأن هذه المناورات الأسد الإفريقي لهذه السنة ستحتفي بالمغرب بمرور 20 سنة على تنظيمها في المملكة المغربية، معتبرة أن هذه المناورات هي الأضخم في قارة إفريقيا وتحظى بأهمية كبيرة في زيادة القدرات العسكرية في مواجهة الأخطار. ونشرت القيادة المذكورة في الساعات الماضية على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب فيديو ترويجي لمناورة هذه السنة والاحتفاء بمرور 20 عام عليها. وقد تضمن الفيديو نشر قيادة الجيش الأمريكي لخريطة المملكة المغربية الكاملة تماشيا مع الموقف السياسي لواشنطن الذي يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء. كما أن القوات الأمريكية تستعد للمشاركة مع نظيرتها المغربية في إجراء مناورات عسكرية في الصحراء المغربية، وهو ما يمثل ترسيخا للاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء.
وقال بلاغ للقوات المسلحة الملكية المغربية في الأيام القليلة الماضية أنه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس باعتباره القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنظم القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الأمريكية بشكل مشترك من 20 إلى 31 مايو الجاري الدورة العشرون من تمرين الأسد الإفريقي، وذلك على مستوى بنغرير وأكادير وطنطان وأقا وتيفينيت. هذا هو الأمر. وهنا ما علينا إلا نقول نظام الكبرالات أن القادم أسوأ، القادم أسوأ بالنسبة لكم طبيعة الحال، لأنكم اخترتم الطريق الخطأ، اخترتم معاداة المملكة المغربية، وشوهتوا السمعة ديال الجزائر ككل بولائكم لفرنسا أولا، وتنفيذ خطة قذرة في المملكة المغربية خدمة لمصالح خطة قذرة في المنطقة خدمة ضد المملكة المغربية خدمة لمصالح فرنسا. هذا الشيء اللي غادي نقول لكم، والنتيجة هو أن كل المؤشرات تقول أن الكبرانات دابا في هذه اللحظة هذه غادي يدخلوا جواهم وغادي يتكمشوا تماما. فهذه هي المؤشرات اللي عندنا حاليا. إلى ذلك، ونكون وصلنا لنهاية الحلقة ديالنا متابعينا الكرام، ونشوفكم إن شاء الله فيديو آخر وموضوع آخر، وتكونوا دائما في أحسن الأحوال. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم.